السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هيكون بخصوص الفوتوشوب. هنتعلم مع بعض ازاي نضيف مجموعة فلاتر على الفوتوشوب وازاي نستخدمها جوه الفوتوشوب. الفلتر اللي احنا هنستخدمه اسمه ميديا تشانس، تمام؟ ده هنسطبه على الجهاز عادي وهينزل لك جوه الفوتوشوب حوالي 7 فلاتر او 6 فلاتر عن طريق البرنامج دوت، ومع السيريال بتاعه اللي انت هتفعل بيه الفلاتر، تمام؟ هنروح نسطب البرنامج ده، هندوس عليه مرتين وبعدين هتقول له نيكست. هنا هيظهر لك مربع هيقول لك ان هو قرا الفوتوشوب اللي عندك على الجهاز وهينزل في المسار دوت، تمام؟ كل اللي عليك ان انت تدوس انستول وبعد كده فينيش، خلاص كده هو اتسطب. هنروح نفتح الفوتوشوب دلوقتي. تمام، لو رحنا لقائمة فلتر هنا هنلاقي في فلتر جديد نزل اسمه دي سي اي تولز، ده جواه 7 فلاتر، تمام؟ هنروح على فايل ونعمل اوبن عشان ندخل صورة على الفوتوشوب. هختار مثلا الصورة ديت، تمام؟ دلوقتي انا عشان اعدل على الصورة ديت او استخدم الفلاتر الجديدة اللي نزلت لنا في قائمة فلتر اللي هي ديت دي سي اي تول اللي جواها 7 فلاتر، تمام؟ هروح اول حاجة اشيل القفل من على اللاير ده، بعد كده هقول له اوكي وهكررها كليك يمين وهقول له دبل كي كده اوكي، تمام؟ هروح هنا مثلا اختار الفلتر دوت، هختار دي سي اي وبعدين هخش مثلا على الفلتر او رقم 1. هنا ظهر لي المربع ده بيقول لك دخل السيريال او التفعيل بتاع الفلتر عشان ما يبقاش نسخه تجريبيه، فانا هدوس على انتر ريجستريشن كود، تمام؟ وهروح على الفولدر بتاع الفلتر، هفتح سيريال ده وهاخد كل البيانات اللي جواه كوبي احطها جوه الفلتر على الفوتوشوب هنا، تمام؟ بعد كده اخد السيريال كوبي، بعد كده اخد الانلوب كود كوبي، تمام؟ بعد كده ادوس على كلمه ابلاي، خلاص قال لك ثانك يو كده اوكي، هيفتح الفلتر معاك زي ما انت شايف. طبعا النسخه او الصوره اللي على الشمال هي الصوره الاصليه والصوره اللي على اليمين هي الصوره اللي انت هتعدلها، تمام؟ هنا المؤشرات دي بتتحكم طبعا في درجه الوان الصوره، طبعا انت بقى بتتحكم في كل ده، انا هسيبك انت وذوقك تعمل اللي انت عايزه في الصور اللي انت عايزها، تمام؟ طبعا لو انت الدنيا باظت معاك ومش عارف ترجع الحاجه، انا الاول بتدوس على ريسيت تو، بتدوس على سيت تو ديفولت اللي هي المربع الاولاني ده، تمام؟ بعد كده بتدوس على ابلاي بعد ما بتخلص التعديل بتاعك، تمام؟ انا مثلا هغمق الصوره شويه وهاجي ادوس ابلاي، تمام كده، قبل كده بعد. طبعا انت مش هتشوف الفرق في الفيديو قوي لان انا الصوره الوانها يعني مش باينه قوي، تمام؟ هروح مثلا على فلتر تاني، هروح اختار فلتر واختار دي سي اي واختار الفلتر رقم 2، تمام؟ ظهر لي دوت. طبعا انا هنا برضو بتتحكم في الالوان بتاعت الفلتر، لو انت مثلا اخترت كولر كاست ديت ماشي ومشيت المؤشر ده كده وجبته كده وجبته كده، تمام؟ ده بيدي الصوره درجه صفار او درجه بياض، يعني انا هبيضها شويه هخليها ابيض. بص الفرق بين هنا وبين هنا، الصوره اللي على اليمين فيها بيض يعني فيها درجه بياض شويه، اما الصوره اللي على الشمال فيها درجه صفار، فانا هدوس اوكي ابلاي كده بعد التعديل كده قبل كده بعد كده قبل، تمام؟ هروح مثلا تاني على فلتر وهختار دي سي اي تولز واختار مثلا الفلتر رقم 3، تمام؟ ده بيعمل ايه مثلا؟ ده يعني بيغمق ويفتح الصورة او بيديها درجة اضاءة قوية شوية، تمام؟ بعد كده هروح مثلا اختار فلتر تاني هقول له دي سي اي واختار مثلا اللي هو هوت بيكسلز، تمام؟ الهوت بيكسلز دوت بيعمل ايه؟ ده يعني لو في اجزاء تلفة في الصورة او اجزاء فيها مثلا نغمشة او كده هو بيبدأ يعالجها لك، تمام؟ طبعا هيبان الكلام ده في المايك هنا، المايك بص المايك هنا عامل ازاي وهنا عامل ازاي، بيوضحه لك اكتر، تمام؟ وهقول له ابلاي كده قبل كده قبل كده بعد، تمام؟ هروح تاني مثلا على فلتر وهختار دي سي اي تولز وهختار مثلا دوت، تمام؟ ده الحقيقة يعني مش عارف بصراحة بيعمل ايه، بس انت يعني ايه بقى، انا طبعا مش هشرح لك كل الفلاتر، انت هتستخدم الحاجة اللي انت عايزها، تمام؟ في برضه فلتر هنا انا عايز استخدمه اللي هو مثلا ده مثلا ده، تمام؟ برضه ده انا مش عارف بيعمل ايه، انت استخدم كل ده مع نفسك، تمام؟ الفلتر دوت يا جماعه مهم جدا، ده بيشيل لك النمش والحبوب اللي في البشره زي ما انت شايف، ودوست ابلاي هنا ده ادى للصوره درجه نعومه او وضحها اكتر، تمام؟ كده بعد كده قبل كده بعد كده قبل، بعد ما بتخلص بتسيب الصوره بتاعتك وخلاص على كده. ده كان درس النهارده بخصوص الفلاتر في الفوتوشوب، اتمنى الناس تكون استفادت معايا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.